السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. كما شفتوا من عنوان الفيديو، اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم روتيني أنا وأختي، ولا روتيني يعني لما تكون أختي في المنزل. سو في الصباح نحاول نوضو في نفس الوقت تقريبا، هكا باش ناخدو our breakfast together. وراكم تشوفوا الفرق في البريكفاست، أختي تتبع نظام غذائي صحي هذه الأيام وأنا العكس تماما، ولكن راني نحاول نقلدها نوعا ما لأنه أنا أيضا أحتاج ذلك وبشدة هذه الفترة. وإحنا نتناولوا فطور الصباح نتفرجوا فيديو تحفيزي أو محاضرة دينية على حساب كل مرة وكيفه. بالمناسبة إذا كنتم مهتمين بالأكل الصحي، راح نخلي لكم الوصفات اللي عملت في هذا الفيديو في صندوق الوصف. وبعد تغذية الجسد حان الآن وقت تغذية العقل. واحد من الأمور اللي نشتركوا فيها تاني أنا وأختي هو القراءة الصباحية، نحرص أنه نقرأ 15 دقيقة من كتابنا في الصباح. أختي حاليا تقرأ كتاب نظرية الفستق، في حين أنا أقرأ كتاب كاريزما الأنوثة. وبعد القراءة وترتيب الغرفة، الوجهة الآن إلى الأعمال المنزلية. وأكيد بالنسبة للأعمال المنزلية فنتقاسم المهام سواء في الطبخ ولا حتى التنظيف. فمثلا هنا أنا كنت نعمل بيتزا، وأكيد بيتزا صحية بما أنه أختي في المنزل. سواء عملت هنا بيتزا بالقمح الكامل، راح نخلي لكم الوصفة كذلك في صندوق الوصف، وهي في الجهة الأخرى كانت تعمل شوربة صحية أيضا بالخضار. And now it's coffee time.
وبعد صلاة الظهر هنا نعملو فنجان قهوة، وكل واحد فينا يروح لزاويته الخاصة لأنه عملنا يختلف. أنا مثلا هنا نوجد دروس تدريس اللغة الإنجليزية، ولا نوجد مونتاج تاع فيديو، ولا أي حاجة، وهي في الجهة الأخرى تكون تشاهد برنامجها ولا حتى تكتب، لأنه أختي من هوايتها ومن مواهبها أيضا كتابة، خاصة كتابة الروايات. وفي المساء هنا نلتقي مجدداً ونعمل جلسة أخوات، نناقش فيها معلومات كنا تعلمناها من برنامج شاهدناه ولا كتبنا اللي كنا نقراوها، ولا أي موضوع نتكلم فيه، ولا حتى نراجع دروس اللغة التركية بما أنه نقراو مع بعض في نفس المستوى. وكان هذا هو روتيننا أنا وأختي، إن شاء الله يكون نال إعجابكم. وأكيد هذا ليس كل شيء، فحبيت نبعث برسالة من خلال هذا الفيديو أو هذا الروتين، ألا وهي أختك هي صديقتك، مهما كان الاختلاف بينكما في الشخصية، في الأفكار، في السن، في أي شيء، إلا أن أختك هي الأقرب إليك. اختلافنا في الآراء ولا في الشخصية ولا حتى في المبادئ ما يعنيش أنه نكره بعضنا ولا ما نحبوش بعضنا، بالعكس لازم نشوف هذا الاختلاف من ناحية الإيجابية وليست السلبية، ونحاول نستغل هذا الاختلاف بما يفيدنا وينعكس إيجابا علينا. لازم نتعلم من الاختلاف، والحاجة اللي نشوفها ناقصة فينا موجودة في الطرف الآخر نتعلم منها ونتبناوها، لما لا؟ تقبلوا الاختلاف وما ترفضوهش، الاختلاف راه جوهرة، الاختلاف حاجة إيجابية بزاف، لازم صح نستغلوها ونشوفوها من الناحية الإيجابية. أقول أؤكد وأعيد، أختك هي أقرب شخص لك وأقرب صديق لك، فمهما بعدت بيناتكم المسافات، ممكن زواج، ممكن دراسة، هذا ليس عائق أو سبب أبدا باش تقطعوا علاقتكم أو تهتز قرابتكم. وتذكروا رغم كل الاختلاف ولا كل الأعذار اللي راها تدور في بالكم درك، إلا أنه أعظم حاجة تجمعكم هي الأخوة. تذكروا أنه أم واحدة جابتكم لهذا الدنيا أنتم الاثنين. حافظوا على علاقتكم بالحب وبالاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.